استمعنا لكلام وكيل المدعى عليه، في شيء تاني؟ موكلة سمرة تيكين أوغلو قبلت بطلب طلاق زوجها، وهذا القبول غير مشروط بأي طلبات إلى علاقة بالنفقة وغير ذلك. قرار المحكمة بعد المناقشة بالدعوة اللي رفعها مهند تيكين أوغلو على زوجته السيدة سمرة تيكين أوغلو اللي بيطلب فيها الطلاق، وبناء على طلب الطرفين وبعد موافقة وكلاءهم اللي قدموا إفادتهم للمحكمة، قررنا فسخ عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليه، ونبين أن قرار الطلاق بينهما سيكون ساري المفعول عند استلام المتنازعين لقرار المحكمة. انتهت الجلسة، تفضلوا. يعني نحن خلصنا؟ طبعا، ألف مبروك. شكرا، يعطيكم العافية. هلأ صرت حر، ألف مبروك. عارف بيدوكلو ومسعود بيدوكلو. أستاذ أحمد، ممكن بس أنا حابب أشكر حضرتك كمان على كل شيء سويته. عملت واجبي. إذا ممكن بدي أشوفها لسمرة، شلون بقدر أوصلها؟ بس مدام سمرة مو حابة تشوف حضرتك. فهمت ومعها حق، بس في موضوع مهم كتير بيناتها ولازم أحكي أنا وياها فيه. إذا فيك تعطيني العنوان أو رقم تليفون. أنا بعتذر، ما فيني ساعدك بهالقصة. مدام سمرة ما طلبت شي منك، وكل شي بدي إياه إنه ما عاد تشوفك أبدا. آسف، بس هيك بالضبط طلبت مني. تمام، أنا فهمان عليك وبعرف ما بدها تشوفني، وأنا أكيد طبعا، وصدقني ما بدي شي بنوب ولا بدي ضرها بشي لا سمح الله. كل الموضوع حابب شوفها بس وأعتذر منها مو أكتر. أنا غلط بحق بشغلة واحدة بس، وما بدي حس بتأنيب الضمير من ورا هالموضوع. يعني إذا بجتمع فيها ولو خمس دقائق لأعتذر منها وأنت بتكون معنا. لا مستحيل، مخاطركم. طيب بس يعني أنا من شهر ما بعرف شي عن وضع بنوب، قلقان عليها بصراحة. كيف منيحة؟ عم تشتغل منيح؟ عم تجيب مصروف؟ شو؟ كمان آسف، ما فيني أعطيك أي معلومات عنها للأسف. وهلأ يلا بالإذن. ممنونك. لا تقلي إنك ندمان. أنا ندمان؟ إيه. تعرف شغلة؟ والله العظيم حاسس حالي رح طير قدمه فرحان، بس أنا يلا ما علينا. مهند عم يحكي شغلات مو مفهومة. شو بيعرفني؟ يعني ما قال لي أي شي بوضوح. لك يا أختي عم يضل يفتح لي سيرة أبوه، فكره يخليني لين من ناحيته. ما بعرف، يمكن ندمان. ومهند كل شوي بسيرته، يعني بجوز كمان عم يحكي قدامي هيك بس لحتى يجس نبضي. لشو لأكذب؟ إيه مو مطمنة. طبعا أختي اللي عشته معه مو قليل ومو سهل يتغير. إيه معلومك، دنا بالكلب بضل أعواج. المهم هلأ إيه شو عندك شغل لسه؟ أنا سبقتك ولفيت اليبرة والحلو جهزته من مبارح المساء. أكيد رح أعمل سلطة وتبولة. الديك عم بسلقه، بعد شوي بدي أحشي. إيه رح يمر مهند المساء. لا بس متوقع يعني يبعت لي خبر. إيه بتعرفي سامي ممكن يستغل هيك فرصة ويقول لي تعي، بس أنا مستحيل أقبل، مستحيل، مو قبل ما يجي لعندي. يمكن هذا الناطور حبيبتي، لأنه كنت موصيته على كم غرض من السوق. إيه ماشي أكيد، وبس يجي مهند بتصل فيك ومن عايدك. شكرا حبيبتي، وأنت سلمي على الكل. إيه هلأ الله معك. يلا يلا جاية.
اطلب ولا بضل بالشارع. لشو استعجلتي امي؟ مو انا قلت لك انه رح استاجر لك بيت؟ واحسن من هالبيت وافضل منه بمئة مره. المصاري ما بتداوي كل الجروح، المهم اللي جواتك. شكرا كثير، ما قصرتي، وصلتي لهدفك وخلقتي لي منافسه جديده مع مهند، يكتر خيرك. اقول مشان هيك جاي لروح معك، وبهالطريقه بتغلبه لاخوك، ما هيك؟ اجيت من شانك وما بدي تبقي لحالك بهالبيت. انا ناويه ضل هون فتره مو اكثر، كم يوم وبرجع على بيتي. على بيتي؟ وبابا بيعرف؟ وشو فيها؟ يعني إذا إجا لهون واعتذر مني بجد، ليش حتى ما أرجع؟ بدل ما أسمع حكي العالم بروح وبقعد عند جوزي. مين اللي قالك إنه بده إياكي؟ مؤيد، يلا قوم انقلع، قوم انقلع على قصرك، روح عد مصرياتك وضلك عم تبوس رجلين نهى خانم. يلا اسمعيني، أنا كنت عند أبي قبل ما أجي وشوفك، لا راح يعتذر منك ولا شيء، ومو هممتي أصلا. في وحدة اسمها أينور وراح يخطبها بعد كم أسبوع. أنت شو عم تخرف؟ يلا أمي ضبي غراضك، خلينا نرجع على البيت فورا. أنا مو طالعة من هون. أمي عم تحكي هالحكي مشان تزعجني مو هيك؟ أنت وسخ يا مؤيد، أنت وسخ. ما رح رد عليكي هلا، وما بعرف مهند بشو وعدك يا أمي، أصلا بابا ما عم يفكر فيكي بنوب ولا أساسا بده إياكي، ومهند بيعرف هالشي. فيكي تقولي لي لكان ليش لهلا ما خبره؟ يلا ضبي غراضك وخلينا نروح من هون. شفتي؟ طلعت أنا الوحيد اللي ما عم أكذب، مو مثله. عن جد بده يخطبها؟ تفضل، رح فوت تدوش على السريع وبعدها بنطلع وين ما بدك. طيب ماشي، خلص تدوش على مهلك، مالنا مستعجلين. منيح اللي تذكرتهم، المشروب بالبراد رح جيبه. ايه مو غلط. والله اكل همك، جد عم بحكي اذا عندك شي مشروع تاني يعني ما تخجل مني، ما بدي انزعلك مزاجك، فيك تعمل شو ما بدك، بس انا مجبور ومضطر اسهر عند امي هالليلة، يعني على التلفزيون وبس. شو قالوا لك؟ ترك الحفلة ببيتي وجاي اتمسى بخلقتك؟ على قليل التلفزيون بيسلي شوي. يلا زبط أمورك، روح يلا، ما تاكل همي. مثل ما بدك. أبوك وينه؟ بيكون مع رفقاته، أكيد متوعدين يسهروا مع بعض. سكر بكير اليوم.